الويكاند. الويكاند. مرحبا بكم من جديد في الويكاند على راديو ميد. أهلا وسهلا. 10:29 مكملين حتى للحداش في النصف ساعة الأخيرة. برشا جرعة أمل بعد شوية يكون معنا الكواسون روج بني خليد. نحكيه على قفة رمضان توتسويت باش نحكيه على جرعة أمل أخرى كما حكينا قبيلة على الطاقات الشابة. باش نحكيه على شيماء مبروك. قول قايل شكون هي شيماء مبروك؟ تو كيف تشوفوا التصويره تعرفوا على شنو باش نحكيوا اليوم في اسمع الحكايه. اسمع الحكايه. اليوم حكايتي باش تكون مش كيما الحلقه الاخرين. اول مره باش نحكي ومانيش باش نخمم في حد شيء غير اني نوصل لك احساس الامل والشجاعه اللي حسيتهم كي شفت التصور هذوما. في الوقت اللي عباد الكل بارتاجات التصويره هذه وقلتوا محلاها ودعيتوا لها، وفما برشا فيكم قارنها بالافلام اللي هي ديجا حكيت على نفس القصه. حياة الطفلة ذي مش فيلم برك، هي ملي تولدت بثقب في القلب، أما الله غالب حكم ربي فقد بيه السناء. شيماء قاعدة تتحارب في المرض الأكثر من 17 سنة وهي مش عارفة شنو عندها بالضبط. كانت ما تلعبش سبور وما تمشيش حتى ساعات للمدرسة خطر ما تخلطش على الكار، وكي توصل للكار ساعات موحة تحبط وحدهم على خطر تعبت، وهذا بخلاف اللي عندها هواية الغناء وما تنجمش تغني خطر ما تقدرش. زاد شيماء دارت تصورها برشا على خلينا نقوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرفت بك القصة متاع انها اللي عندها العزيمة وعندها القدرة انها تحارب المرض متاعها وتكمل قرايتها وتعدي البك متاعها. نحب نقول لهم انتم قدوة للناس اللي تكبش في حلمتها وتحب تنجح في حياتها. انتم عديتوا مساج كبير للناس انه هما ينجموا يوصلوا للي يحبوا عليه مهما كانت الظروف، مهما يصير مكبشين وشادين في حلمتهم. احنا الناس الكل ممتنين ليكم ولصبركم، محليكم عديتوا مساج مزيان انه مهما الدنيا كانت عكستنا ومهما الظروف اللي تنجم تصير على الانسان ما يسلمش في حلمته ويكبش فيها للاخر. برشا عباد كانوا مقايسين وبعد ما شافوا التصويره وشافوكم انتم مكبشين في حلمتكم عطيتوهم امل جديد وزرعتوا في قلوبهم حلمه. انتم درس كبير، درس اللي لازمك تقول الحمد لله، درس اللي يخليك تضحك على روحك وقت انت لاباس ورخيت وقلت ما نجمش وعمري لاني باش نوصل غيرك متحدي الظروف ومتشبث في حلمته، وانت حفظت على حلمتك وقت كل الظروف متوفرت لك. يا توصل يا توصل ويا توصل، لازمك تحب الحاجة اللي تحب تعملها، ما فماش خيار آخر غير النجاح مهما كانت الظروف. معنا شيماء بالتليفون. معنا شيماء بالتليفون. جوستومون شيماء مبروك، باكيكو من المنستير، منزل جميل بالتحديد. صباح النور، مرحبا شيماء. صخير نهارك زين شيماء، مرحبا على غاديو ميد. شيماء تصويرة دارت برشا وأثرت برشا في التوينسة، في بالك ولا؟ اي ريتم ديجا برشا بعثوا لي مساجات. مساجات شنو نوع المساجات هذوما اللي وصلوك؟ مساجات من نوع برافو كمل يعطيك الصحه، احنا كنا باش نوقفوا حلمتنا اما كي شفنا التصويره نتاعك خممنا وقلنا امبوسيبل نوقفوا خلينا نكملوا طريقنا. مساجات من نوع ذوما الكل. اي انت شنو المرض اللي عندك؟ انفيت اني عندي ثقب في القلب تولدت به، اما فقت به روتار كان سنة حسب ما قالوا لي الطب هو اثر برشا على الرواري، هذاك علاش وليت نستحق اباري دوكسيجين اللي ريدوها نتوما هيك التصويره نهزها معايا للقرايه اي ودواء اللي نشرب فيه، اما ما نعرفش اسكو معناها قاعد يمشي الدواء ولا الاباري من الاول قاعده تمشي معايا الصدا والكل، ومن بعد في بالي معناها لاباري ديما باش تبقى كيكا، مي من بعد المرض قاعد يزيد والكل ومعناها لاباري مش قاعده تعطي فيها في حل كبير. معناتها حتى بالدواء وباللاباري اكسجين ما فماش فرق كبير معناتها. لو تسمح شيماء تقعد في بلاصه يبدا فيها غيزوب لكدا باش الصوت يوصل مليح للناس اللي تبع فينا يفضلك، خاطر ياسر فما غيزوب مشكله نتاع غيزوب. فما حس صغير هيك نتاع الطريق نتاع الاكسجين قاعده تمشي. اللي بحذ داكور بي انت كفقت به السنه المرض معناها اول عام هذايا وانت باك؟ اي في اكتوبر نتاع. كيفاش فقت به معناتها حياتك كامله عايشه به معناتها بعد 17 سنه 18 سنه تقريبا تفيق بيها؟ بالضبط فقت به اني نهار قمت صباح كحيت خرج دم من فمي تطفى عليك وبعد ما خشمي
فقيت نهاري ننقح في الدم، كحيت 4 مرات. اي جيتوا الاستعجالي وكل قالوا لي راهو معنا باش نعديو وقتوا السبيطار فاطمه بورقيبه. اي تعديت والكل بقاو معنا برشا باش عارفوا شنو اللي عندي والكل. بعد قالوا لي مثلش ارجعنا نهار معنا الاربعاء باش جيت نعمل سكانير نثبتوا وش ترقد نهارك هاو. اي من نهار قعدت 15 يوم على خاطر دخت في السبيطار وبقيت في الانعاش. لطف عليك، معناها الحكاية جيت فيسا فيسا، معناها جاي كل شيء مع بعضه. اي جيت فيسا فيسا ما في بالناش بها جملة الذي الفاز به. وفي فاطمة بورقيبة معناها عارفوا لي انت عندك ثقب في القلب. هما في الارجانس اللي مشيت لها والكل عطاو كتبوا ورقة والكل جواب هزيتوا اني للسبيطار فاطمة بورقيبة وقتها هما عارفوا. وشنو معناها الدواء نتاعو؟ معناها فما حل طبي، تدخل جراحي، شنو اللي لازم؟ اني لحد الان ما نعرفش، معناها حتى الطبيبه باش نمشي نقابلها نهار الاثنين. برجع معناها كي شفت التصاور دار والكل قلت لربما نجم نعمل حل ونوصل صوتي للعباد باش نشوف اموها فماش حل. حسب ما معناها شفت طبيبه كهو قال لي امبوسيبل، معناها انت باش تبقى عايشه بالاباري الاكسجين هيكي وباش تبقى تشرب في الدواء. انا بالطبيعه ما نصدقش العباد اللي تقول لي امبوسيبل خاطر الكلمه هذه ما نحبها الجمله، ومش تقف على طبيبه كهو، اكيد فما برشا طب واكيد فما حل اللي خلق الدواء اكيد خلق الدواء. اكيد محليك يا شيماء. والله هي شيماء معناها قعدت فما صعوبه في القرايه نتاعك، معناتها الحكايه هذه اثرت على قرايتك الاشهر الاخرى وانتي سنة، خاصة انتي سنة باك. اي بالطبيعة يعني ما نمشيش نقرا مثلا كي يكون برد والا ريح برشا والا معناها ما نمشيش نقرا خاطر لاباري هيك ما تكفيش كي تبدا الطقس خايب. شنو علاش ما تكفيش؟ شنو معناها؟ معناها يأثر برشا الطقس عليا، نولي نتعب برشا وساعات نوصل ندوخ في الدار نتاعي. في بيتك بي ولاباري معناتها حاجة ثقيلة تهزها معاك انتي تتنقل بها؟ لا مش ثقيلة، هي صغيرة. اي والدواء قاعد يعطي شي مفعوله معناها ولا مش بالكده؟ مش برشا الدواء. المرة الأولى حسيت معناها بفرق ما بين اني وقت اللي خرجت من السبيطار وما بين اني مشيت نقرأ، معناها حسيت فرق، فما فرق وقاعدة نتحسن والكل. ديجا حتى الطب كي يشوفوا السكانر الأخرى قالوا لي قاعدة تتحسن. أما توا المدة الأخرى هذه حسيت اللي معناها الفرق هيك الكل تنحى. معناها لهنا ممكن فما يلزم نلجؤ لحلول اخرى بيان سور بعد استشاره الاطباء. انت اليوم لشكون تحب توصل صوتك؟ وهذه فرصه بيان سور باش اليوم توصل صوتك شيماء. باهي اني نحب نوصل صوتي معناها للطب المختصين الكل، على الاقل نشوفوا حل قبل معناها خليني قبل معناها الباك ما يكمل والكل. الناس معناها يشوفوا حل ونشوفوا كيفاش على الاقل. انت كلمت طب معينين مشيت لهم والا معناها قعدت تبع كان في الطبيب نتاع السبيطار نتاعك اللي بحذاك، معناها في الجهه اللي انت فيها في المستير؟ قعدت نتبع جوست في الطبيبه هذيك اللي ديما تعطي فيها في مواعيد والكل. اي وبعد توا كي تعرفت الحكايه والكل حبيت برشا عباد، معناها ريت برشا طب. اي وانا مازلت ما كلمتهمش خاطر قعدت بالفيسبوك والكل. معناها لو كونتاكت قعد هكاك، لكن كيما قال لك معناها كيما قالوا لك انه الحياه بالاكسجين مش باش تكون مريحه وباهيه ليك انت ولصحتك، تنجم تصير تطورات اخرى الله يقدر، معناها لازم فما تدخل، معناها تدخل اخر والا حلول اخرى في الحاله نتاعك هذه. ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق، ساعه ان شاء الله بالنجاح، لكن قبل هذا الكل بيان سور ان شاء الله بالصحه الجيده وتلقى حل للحاله نتاعك. ربي يشفيك وربي معاك يا شيماء. ميرسي بوكو اللي دخلت معنا، نعرف انه الكلام بالتليفون ينجم يتعبك شويه وهذا نقدروه فيك ونشكرك برشا على تدخلك معنا لليوم. هي جرعه من الامل صحيح، ولكن فرصه انه اليوم شيماء توصل صوتها من خلال الميشن نتاعنا اليوم يوسف، لانه
ماهوش حل انها تقعد بالاكسجين، اكيد فما حلول اخرى، وهي في انتظار انه تلقى حلول اخرى. اكيد نعرفوا انه فما ديمويات نجم تكون ماهيش متوفره في العائله، نعرفوا انه مثل هالعمليات نجم تتكلف برشا 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 فلوس. دونك مبدئيا هي تلوش شنو اللي نجم يكون بديل، شنو الحل في السيتواسيون هذه وفي الوضعيه هذه وفي الاستاد هذه نتاع المرض، في انتظار انه بيان سور يتصلوا بها، والا هي تشوف كيفاش تعمل باش صوتها يوصل وانه الحاله نتاعها تتحسن في الايام الجايه. بالضبط زينب، بنحب قبل كل شيء نقولها ربي يشفيك، ونقولها ونشكرها زاد على جرعه الامل اللي عطتها لنا اليوم، ونحب نقول زاد شوفوا يا ناس اللي تسمعوا فينا انه رغم كل شيء ما وقفتش باش تحقق حلمتها وتبدل دموع الوجيعة اللي راتها في وجوه العباد اللي تحبهم بدموع الفرحه، وقفت وقالت باش نتعب والباقي على ربي. نحب الناس الكل اليوم تكون جرعه امل الكلام نتاع شيماء، والناس الكل تخدم وتكبش في احلامها مهما كانت الظروف. ان شاء الله ربي يشفي شيماء، وان شاء الله ربي يشفي العباد المرضى الكل، وان شاء الله زاد الناس تفيق وتفهم انه حتى كان عقلوك وعطلوك وجات الظروف الكل ضدك تنجم توصل وتنجم تخلط اللي تحب عليه انت ما دام انت تحب تخلط. ان شاء الله ان شاء الله بالصحه والنجاح لشيماء. مبروك، كما شفتوا برشا تابعنا التصوير نتاعها اللي دارت، وان شاء الله يا ربي يشفيها وربي يعطيها ما تتمنى. ان شاء الله يعطيكم الصحه الناس كل قاعدين تبعوا فينا. ميرسي بوكو، كانت هذه اسمع الحكايه لليوم. اسمع الحكايه، شكرا لك يوسف بن سعيد. كيف نحب نقول ميرسي لحمزة تبربي كان معنا قبيلة زادة في حل الدوسي. بعد شوية باش نكملوا بقفة رمضان والكرواسون روج باش يكونوا حاضرين بحذينا باش نحكيوا على قفة رمضان في بني خلاد وشنو لازمها، وناس اللي تحب بيان سور تشارك.